من إسماعيلية نهرجان الراي الدولي في نسخته الثانية عشرة، ما تقييمكم لتلقته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هاد السنة الذكرى الثانية عشرة لمهرجان الدولي للراي، والافتتاح كان يوم السبت الماضي في 14 هذا الشهر. كان الحقيقة افتتاح رائع، لأن كان عندنا بعدا كنا محظوظين بحضور السيد وزير الثقافة المغربي ووزير الثقافة الفلسطيني، هادشي كان شرف لنا. وكاين وفي البرمجه كانت واحد الملحمه اللي دارها سي نبيل الخالدي، ملحمه في اطار وجده عاصمه العرب في الثقافه، وهذه الملحمه اللي دامت تقريبا جوج سوايع فيها تقريبا 50 فنان. هذه الملحمه تبدي من الموسيقى السوسيه والصحراء المغربيه، وتجي طالعه مع الاطلس، وتجي للشرق، وتمشي للجزائر، وتمشي للمالوف التونسي. درنا واحد الرحله موسيقيه في الدول العربيه، وكانت ملحمه رائعه، وكان الجمهور كثير حضر لهذه السهره، وهذا شرف كان لجمعيه وجده فنون في حضور الضيوف الاجلاء اللي كانوا حاضرين معنا. انا بغيت بهذه المناسبه نشكر الجمهور تاعنا اللي بحق دائما واقف معنا، ودائما هو اللي تيزين دوك السهرات، وهو الممول الاول تاعنا، لان المستشير الاول تاعنا هو الجمهور تاعنا. وهذه السنه عندها واحد الطابع خاص، لان غادي ندير واحد التجديدات. كان بعض الحوايج الجداد اللي درناهم، مثلا غادي يكون في الخميس والجمعه والسبت جوج تاع السهرات في نفس العشيه، اللي ما كناش نديروها قبل. غادي نديروا هذه المحاوله نشوفوا باش الجمهور الكريم اللي كان باغي مثلا يبغي موسيقى مغربيه يمشي للساحه الجزيري، اللي يبغى مثلا الشعبي الشرقي او يمشي لمنطقه اخرى. هذه النقطه الاولى، وهذه مهمه، لان بغينا باش الجمهور ما يتعذبش بزاف. والحمد لله وتبارك الله، راكم شفتوا الجمهور يكون عندنا كثير وكثير جدا. من نفرقوا هكذا يمكن يكون احسن للجميع، لا بالنسبه للفنانين اللي يكون عندهم واحد الوقت كافي باش يقدروا يبرهنوا على الكفاءه تاعهم، ولا الجمهور اللي قد يكون عنده واحد الاختيار اكثر في البرمجه. وكذلك بغيت نشكر انا كذلك انا السلطات المحليه اللي عاونونا بزاف 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 في هذه السنه اللي في ظروف صعبه حقيقه. وتنشكر الجمهور، دائما نرجع للجمهور، لان الجمهور هو المساند الاول نتاع مهرجان الراي اللي راه دابا معروف ماشي وطنيا ودوليا. وبغيت كذلك، والاهم هو هذا، تنشكر سيدنا، لان الرعايه الساميه كانت عندنا هذه 12 مره متابعه عندنا الرعايه الساميه، هذا تشريف وتكليف، وتنشكر سيدنا على هذه الالتفاته. بالنسبه للانطلاقه بخروج حول الراي، هذاك المنتدى الدولي تاع الراي اللي راه بدا يتعرف دابا في جامعات مهمه، يراسلونا ونتراسلوا معاهم. الموضوع كان هذه السنه موسيقى الراي والموسيقى العربيه، فوارق وسيميليتود، سيميليتود ديفيرونس، واش كاين شي تجانس او لا كاين الفرق. كانوا اساتذه اجلاء جاوا من فرنسا، جاوا من ستغانم، جاوا من الرباط، جاوا من الدار البيضاء، من فاس، من وجده، جامعه محمد الاول اللي مشكوره في شخص رئيسها سي بن قدور، لان كان يشاركوا معنا بزاف في هاد التظاهرات اللي اكاديميكي. ما بغينا حنا الراي ما يكونش غير تصفق ولا تشطح، ولا خص عاود يدخل الجامعه ويدون ويدرس ويكون اطروحات في هاد الميدان، باش تبقى هاد الثقافه تبقى لوليداتنا وتبقى لولاد ولادنا، لان خلوها لنا جدودنا خص نخليوها لولادنا. ما فكرتوش في اتفاقيه شراكه مع الجامعه؟ عندنا اتفاق جامعي ودرنا هذه 3 سنين بعدها، مشكورين. شكرا.